بعد عام ونصف تقريبا من هذا الانقلاب وعام تقريبا 4 شهور من المقاومة خلينا نقول لهذا الانقلاب، العيش الإمامي كيفاش يقيم ربما هذا المسار، مسار المقاومة لهذا الانقلاب؟ هل أنت في تقديرك راضي عليه باعتباره أنه كما يقولوا هما كسر سردية الشارع وسردية المساندة اللي كنت تحكي عليها للرئيس قيس سعيد؟ هل ما كانتش في مستوى اللي كان يلزم يكون لإسقاط هذا الانقلاب؟ كيفاش تقيم هذا هذه المقاومة؟ قام هي في مستوانا على تونسيان، يعني هو انقلاب تونسي نتاع توانسة كما الثورة نتاعنا كانت ثورة ما فيهاش دماء كبيرة سالت مع يعني تقديري و يعني إجلالي لدماء جميع الشهداء اللي سال دمهم والضحايا، فما كانش ثورة دموية ولكنها نجحت باش تفرض مسار ديمقراطي. المسار الديمقراطي نجح باش يدوم 10 سنين بينما في لدى شعوب أخرى وقع الانقلاب عليه أو تدميره تماما في بضعة أشهر وفي سنة على أقصى تقدير. كذلك شهدنا انقلاب لكنه انقلاب متاع شخص، حتى يعني يعني الانقلاب التقليدي اللي هو يسيل الدم ويقل مش قادر عليه، انقلاب متاع التونسي كيف كيف المناهضة ليه المقاومة ليه هي على بتاع أحزاب تونسية يركزوا ياسر على الجانب القانوني والشرعي والإجرائي وغيره، ولكن في نفس الوقت فشلي في أنهم ينجحوا باش يتوحدوا بسرعة، وهذا نتيجة تردد لديهم في الإقرار بحقيقة الأمر الواقع. يعني أنا بالنسبة لي إذا كان النهضة اللي هي الحزب الأساسي اللي على مسار 10 سنين كان في جميع المجالس متاع السلطة التشريعية وفي أغلبية الحكومات والإدارة وغيره، كان قدم قراءة نقدية حقيقية وقوية في نفس الأسبوع أو نفس الشهر وراجع جزء من قياداته، ورانا اليوم في وضعية أخرى لأنه هو تمسك بأنه لا جاء الانقلاب أنا باش نبقى بنفس الخطاب نفس القيادات نفس الشعارات ويجوا يا معي، ما جاش معه حتى حد. كيف كيف بقية الأطراف السياسية لم نقدم فيها طريق ذاتي؟ مش معناها خطر كان النهضة أخطأ، كلنا أخطأ وكل حسب نصيبه وحسب مسؤوليته، ولكن لم يقع هذا. فبشوي بشوي الانقلاب هانو فاشل في أنه يرسخ الدكتاتورية اللي عام ونص ما زلنا في مرحلة، أنا قلت لك نسميها مرحلة انتقال نحو الاستبداد قاعدة تدوم، وفي نفس الوقت احنا فاشلين في أننا نعملوا جبهة موحدة من أجل الديمقراطية. هذه الجبهة الموحدة من أجل الديمقراطية يلزمها تتقدم وتكون عندها بديل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وبديل نقدي على المستوى السياسي. هذا ما زل ما موصلش. تشوفش أنه ربما يعني هامش المقاومة قاعد يضيق أمام التنفيذ وأمام هذه الخطوات المستمرة للرئيس قيس سعيد في تنفيذ مشروعه وبناء القاعدي وتنفيذ خريطة الطريق واللي أعلن عليها سنة فارطة 17 ديسمبر الماضي، وإحنا اليوم على أبواب انتخابات ربما تكون هي نهاية هذه الخارطة خريطة الطريق. أنا ما نشوفش مجال المقاومة قاعد يضيق، بالعكس أنا نشوف مجال المقاومة دائرة مقاومة الانقلاب قاعدة توسع ودائرة الانقلابية والمساندية قاعد يضيق عليهم الخناق، لكن طبعا لأن هما عندهم السلطة الصلبة عندهم يعني إمكانية اتخاذ القرار وتنفيذه، فيبدو للمتابع على بعد ما يعرفش يقول والله قيس سعيد سبا يحكم مرو لباس، لا مش صحيح، هو في حالة ارتباك وتردد وقادمين على اتفاق مع صندوق النقد الدولي يعرفوا باللي هما باش يزيدوا يدمروا فيه القدرة الشرائية للمواطن ويزيد تكثر البطالة وتزيد تعمق الأزمة، وفي نفس الوقت رئيسهم مش متحمل مسؤوليته لأنه قاعد يرفع في شعارات مضادة للحكومة نتاعه، فهما في حالة ارتباك مش عارفين هذا رغم أنه قيس سعيد تقريبا قاعد يهندس هو في المشهد السياسي والمشهد المؤسساتي اللي في البلاد، قاعد يعمل في مؤسسات بمنطق المرسوم 117 او الامر 117 نتاع، قاعد يعمل في دستور، عمل دستور، عمل اليوم مجلس نواب، غدو شي عمل مجلس الهياكل نتاعو الجهويه والاقليميه، دونك الراجل قاعد يهندس في مشهد المعارضه. شنو اللي قاعد يعني شنو اللي عملته المعارضه اللي عرقلت هذا المشروع وهذه الخارطه؟ الاحزاب السياسيه بصفه عامه المعارضه وحتى المجتمع المدني المعارض للانقلاب الى حد الان
ما نجحش في أنه يكون جبهة موحدة اللي تنجم توزن سياسيا ضد الانقلاب في الداخل وأمام الخارج. الخارج كذلك ما يشوفش في تونس فما معارضة وازنة ضد الانقلاب. لكن في نفس الوقت الهنسة اللي تحكي عليها متاع قيس سعيد ما هيش الهنسة اللي باش تمكنه من مواصلة الحكم بطريقة عادية، إلا إذا كان يزيد من القمع واستعمال القوى الصلبة للبوليس وللجيش، لأنه ما عندوش إمكانية متاع حلول باش تهدي الناس. الناس بالعكس ماشية وتغضب، خاصة أمام التضخم وغلاء الأسعار واستفحال البطالة والعجز حتى على حل مشكلة يعني النفايات في المدن وغير ذلك. فالناس ماشية والضيق في الدائرة اللي مساندة لقيس سعيد، لكن الدائرة المساندة للمعارضة كيف كيف مش قادرة توسع، لأن يعني المعارضة ما نجحتش باش تبرز نفسها كبديل. وغادي وين قلت لك نحن على تونيزيان، معناها تونسي خالص، ما فماش مراهنه على الشارع السياسي والشارع الديمقراطي لاحداث هذا التغيير المنتظر. دونك نستناو الشارع الاجتماعي حتى يتحرك ربما بفعل الجوع وبفعل السياسات الاقتصاديه والماليه للسلطه الحاكمه. نستناو دونك الشارع الاجتماعي هو اللي ربما قاعد يحدث هذا التغيير. هذا ما عندناش فيه اختيار، الشارع الاجتماعي مش احنا نحكم فيه، لكن حطوه في الحساب الى انه ينجم من هنا شهر جانفي وشهر فيفري نجم الشارع يخرج ويجبر قيس سعيد على أنه يخرج من الحكم ولا يستقيل ولا يعمل تراجعات كبيرة في الواحد متاعه. لكن هذا احتمال ولا تتحكم فيه. المعارضة في هذه الأثناء عليها أن تبني ذاتها، وأنا حسب تقديري الشرط الأول لبناء الذات ضد انقلاب هو التوحد في جبهة سياسية على أرضية مشتركة اللي هي الحد الأدنى الديمقراطي والحد الأدنى على مستوى التنمية والاقتصاد، يعني برنامج اقتصادي، حكومة إنقاذ وطني تكون عندها مهام واضحة ومطروحة تعيد الثقة لدى الخارج في أن الدولة التونسية قامت على ساقها، ولدى الشعب التونسي فإنه أخيرا جاءت حكومة واعية بحقيقة الأوضاع وعدها برنامج ليه، وهذه تكون بصفة مشتركة باش كيف كيف الشعب التونسي يشوف بلي ثم توجه عام نحو المشاركة في هذا، وقتها نجم قدم. حاليا المعارضة ما وصلتش إلا على مستوى الشعار، شعار تقدم على مستوى الواقع ما زلت تنضج فيه.